ولو حتى متضايق عصوتي بيرتاح. احنا في عندنا محافظة في الأردن اسمها الكرك. نعم أيوة نعم. فشو الرابط العجيب بين الكركي والكرك؟ الكركي والكرك خبريهم. نحن أصولنا من الكرك أردن. أها يعني أردنية طبعا. فنحن أصولنا كرك أردن. يعني أصولك كركية صح. يعني معجبين جوانا هي طلعت كركية أهل الأردن. يعني البياض كله هذا من الجميد. نعم من الجميد الكركي. فبالزمانات حسب ما قريت وعملت أبحاث وهيك طبعا طلعنا نحن رايحين على لبنان على منطقة سموها النبطية نسبة للأنباط يلي راحوا من هون ومنا انتشر بيت كركي وصار عنا منطقة صغيرة كمان اسمها الكرك بالبقاع بلبنان. فنحن كركية الأصل هون. ولو حتى متضايق عصوتي بيرتاح.